تدفق متظاهرون من هونغ كونغ السبت رغم حظر أعلنته الشرطة إلى شوارع يوين لونغ القريبة من الحدود مع الصين، حيث اعتدى رجال يشتبه بانتمائهم لعصابات في نهاية الأسبوع الماضي على ناشطين مؤيدين للديمقراطية. وتشهد هونغ كونغ المركز المالي الدولي الرفيع المستوى منذ 7 أسابيع تظاهرات حاشدة ضد الحكومة مع مواجهات متفرقة بين محتجين وعناصر الشرطة. وبدأت التحركات برفض مشروع قانون بات معلقا ويهدف إلى السماح بعمليات تسليم مطلوبين إلى الصين، ثم توسعت لتشمل مطالب أوسع لإصلاحات ديمقراطية.